السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي يكون المضمون ديالها هو شرح الفرق ما بين مجموعة ديال المفاهيم اللي ما بغيناش أننا نلقاو فيها إشكال من هنا لقدام أو اللي يكون فيها خلط. واضح؟ هاد جوج ديال المسائل هادو اللي هما سيركل فيرتيكال وكذلك سيركل هوريزونتال. واضح؟ قلنا سيركل فيرتيكال وكذلك سيركل هوريزونتال. كل وحده عندها مهمه خاصه وكل وحده عندها تمركز في لاباري في مكان خاص بطبيعه الحال. واضح؟ خصنا نشوفوا كل وحده شنو هي المهمه ديالها. واضح؟ بالنسبه للسيركل فيرتيكال اشنو كتعطينا؟ كتعطيني لي زونغل فيرتيكو. واضح؟ وبالنسبه للسيركل هوريزونتال كتعطيني لي زونغل هوريزونتو. واضح؟ هذا من جهه، هذا الواجب اللي خص كل سيركل منهم تعطيه لينا. كاين واحد المساله اخرى اللي هي مرادف لواحد الاسم، مثلا السيركل فيرتيكال ممكن نقولوا لها سيركل فيرتيكال ياك، ولاني السيركل اوريزونتال ممكن نقولوا لها اسم اخر اللي هو لامب. مثلا في تمرين عوض ما يقول لك خدينا لي زاليمون ديال لونجل اوريزونتال ممكن يقول لك خدينا لي زاليمون ديال لامب. وهنايا يقدر يوقع عندك اشكال الا ما كنتيش نتايا عارف بالضبط اشنا هي اللامب. يعني خصك تعرف ان اللامب هي السيركل اوريزونتال والسيركل فيرتيكال راه كيبقى عندها نفس الاسم. واضحه الامور؟ دونك هنايا كل وحده فين كتمركز في لاباري، يعني خصني نعرف كل وحده فين كتكون بالضبط. واضح؟ هنايا بالنسبه للسيركل فيرتيكال كتكون كتخترق لينا اولا اللاكس ديال السيركل فيرتيكال اشنو كيدوز منه؟ كيدوز منه لاكس دو توريون. لاكس دو توريون فهمتي؟ هو منين كيدوز؟ دونك لاكس دو توريون كيدوز ليا من اللاكس ديال السيركل فيرتيكال. دونك انا الا بغيت نعرف السيركل فيرتيكال فين كاينه خصني اول حاجه نكون عارف بعدا فين كيكون لاكس دو توريون. هذا من الضروريات خصني نكون عارف بعدا فين كيكون لاكس دو توريون، يعني خصني نكون عارف اون جينيرال لي زاكس ديال لاباري. نقدروا نديروا تذكير دابا فهمتي؟ نقدروا نديروا تذكير. قلنا لاكس دو توريون هو اللي كيمر لينا من هاد الجهه هادي، كيكون باغالين مع الارض، وكاين اكس اخر اللي هو لاكس برينسيبال، وكاين لاكس اخر اللي كنسميوه لاكس اوبتيك اللي كيكون ديز لينا من الوسط ديال لا لونيت. واضح؟ مزيان. هاد المسائل راه حنا شفناها. دونك قلنا السيركل فيرتيكال لاكس ديال السيركل كيكون كيدوز منه اصلا لاكس دو توريون فهمتي؟ دونك السونتر ديال السيركل كيدوز منه لاكس دو توريون. مزيان. بالنسبه لامب يعني هادي اللي كاينه لتحت، اما نسميوها سيركل هوريزونتال اولا نسميوها لامب. بحال هاد اللامب هادي فين كنعرفوها؟ فين كاينه؟ كي السونتر ديالها كيدوز منه لاكس برينسيبال. دونك خصني انا نكون عارف فين كاين لاكس برينسيبال باش نعرف بلي راه السونتر ديالو كيدوز منه سيركل هوريزونتال. واضح؟ يعني انا هنايا استوعبت كل حاجه ولاش لايقه عندي فهمتي؟ استوعبت كل حاجه ولاش لايقه عندي واشنو كتعطيني فهمتي؟ واشنو كتعطيني وفين كاين لون بلاسمون ديالها في لاباري، يعني فاش انا نشد لاباري وتكون هي كلها مغطيه نكون عارف انا لي زاكس. هذا من الحاجه الاولى.
خصني نكون عارف لي زاكس ياك، باش الحاجه الثانيه نكون عارف لون بلاسمون، فهمتي؟ نكون عارف لون بلاسمون ديال اش ديال لي سيركل، ديال لي سيركل، حيت الا ما عرفتش لي زاكس امبوسيبل انني نعرف فين كاين كل سيركل في بلاصتو. واضح؟ دونك نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هذه المساله هذه وفرقتوا بيناتهم، فهمتي؟ حيت الا ما كنتيش كتفرق غادي تلقى اشكاليه كبيره جدا. واضح؟ نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.